يكون فيها كاملين الناس اللي ما وصلوش ليها يجيوا مرحبا بهم في أي وقت، ومنطقة مزيانة، لا الهواء لا الماء لا الطبيعة لا الحياة كاملة مزيانة فيها، واللي جا مرحبا به. وكنقول لك واحد القضية على حسب المنطقة، البلاد خصها شوية ديال التحرك من الناس المسؤولين الكبارين اللي كيعرفوا عندهم غير على هذه البلاد، يوصلوا لهنايا ويشوفوا بعينيهم ويشوفوا الطرقان، يشوفوا البلاد كي دايرة، وإلا الدواء فيها راه غتبان أكثر من هادشي. هذا الشيء اللي غنقول لك أنا بالنسبة على حساب هذه المنطقة هذه. والله يوفقنا ويوفقكم للخير. مؤهلات شنقول لك، صعيب الحال باش ما بين حتى شي مؤهلات لحقاش من هذا. انا قلت لك كل واحد فين غابر، البلاد ما فيهاش، فيها عندنا الساكنه قليله، الناس اللي بقاو هنا الوالدين الجدود هما اللي مازالين هنا، اما بالنسبه للناس اللي كبار واللي قادر يخدم كل شيء خارج، اللي في فرنسا اللي في الدار البيضاء اللي جميع الجهات ديال المغرب مفرقين فيهم، وكاينين الناس مسؤولين. انا كنعيط لهم من هنايا كنقول لهم جيو لبوكلانه وشوفوا بوكلانه كي دايره باش تعرفوا بوكلانه كي دايره، ويشوفوا الناس ديالها كيفاش عايشين، ويلا كان عندهم شي حاجه في المستطاع يوصلوا على هذه البلاد ما عندهم شيء، نتمنوا من الله هو اللي يوقف معنا في هذه المنطقه هذه.